انا اسمي بسمه احمد عبد الغني. موضوع المراكب ده بقاله تقريبا 8 سنين. الفكره جت ان احنا كنا عايزين نعمل حاجه مختلفه. كان عندي مراكب شراع بس عايزه تبقى الدنيا تبقى مختلفه. عندي تعب او حاسه ان في حاجه موجوده في الثدي قعدت مثلا سنه ونص، وكان عندي حته انكار ان ممكن يبقى انا عندي حاجه زي كده. رحت كشفت واول ما كشفت وانا عند الدكتور قبل اي حاجه، قبل ما اعمل اي تحاليل او اشعاعات او كلام من ده، قال لي احنا ميالين بنسبه كبيره جدا ان الموضوع يكون حاجه مش كويسه يعني. هو انا لما عرفت الخبر بتاع ان العينه طلعت ان هي ايجابيه، كنت تقريبا في المرحله الثانيه، وكان لازم ابدا علاج كيماوي في اقل من اسبوع. طبعا خبر ان عندي المرض ده او خبر الكيماوي لوحده يعني كلنا خلاص واخدين عنه الفيدباك هو ايه، وشفنا وعرفنا حاجات كتير. مبدئيا بعد الانكار انا خلاص قلت خلاص سلمت، ودي حاجه ربنا اداها لي وانا لازم اسلم بيها، وانا عندي ولاد وعندي شغل وعندي حياتي، ما ينفعش اوقف الدنيا على الخبر ده، وهتعامل مع نفسي ان انا هاخد علاج وهيخلص وهبقى كويسه ان شاء الله. بس فابتديت رحله العلاج، كانت صعبه جدا جدا. الحاجات اللي انا قابلتها في الاول هي اللي كانت اصعب حاجه. انا حاليا خلصت العلاج الكيماوي وعملت العمليه وخلصت الاشعاعي وباخد العلاج الهرموني، وهيبقى ان شاء الله لمده 7 سنين. الدعم طبعا كان رقم واحد من جوزي، واستحمل كتير جدا وشاف كتير جدا. وبعد كده كانت عندي واحده صاحبتي جميله قوي قوي قوي، هي واهلها ما سابونيش. اتعرفت على ناس كتير جدا في المرحله بتاعه التعب دي، الحمد لله يعني هم كانوا سبب ان احنا نخرج من اللي احنا فيه برده، لان احنا كنا بنتجمع، والحمد لله ان انا عندي المكان دوت. كنت بحاول طول الوقت ان انا اجمعهم واعمل لهم اي حاجه عشان احس ان هم مبسوطين، لان انا عارفه ان الواحد بيبقى نفسيته عامله ازاي، وخصوصا ان هم في منهم كتير ستات بيوت. فكنت بشوف ان احنا خروجه زي دي معانا حد بتاع طبله، معانا مثلا اي حاجه انترتينمنت نعملها في المكان، بتخليهم يخرجوا اكتر من اللي هم فيه، وانا ببقى مبسوطه لما بشوفهم مبسوطين. احنا عملنا الموضوع بتاع الرحلات ده ان احنا نعمل رحلات للناس مريضات السرطان او الناس اللي حابه ان هي تعمل لها دعم نفسي، خليناها تقريبا كل شهر. بتوجه برساله لكل حد عنده حد مريض في بيته، ساعده، ما تنبطوش بالكلام، انت تعبان وعرفت مرضك مكانه فين او هتتعالج او بقى عامل زي البرد. الكلام ده بيبقى واجع جدا 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 على الحاله وبيبقى صعب. انا رحلتي جميله حتى لو هي فيها المرض ده، بس هي جميله. انا حمدت ربنا ان ربنا ابتلاني بالمرض ده، لان انا عرفت حاجات كتير جدا جدا واكتشفت حاجات كتير جدا، خلتني يعني بقيت ماشيه فاهمه الدنيا فيها ايه شويه، وبقى عندي اراده وما كنتش اتخيل بصراحه. يعني انا اللي ما كنتش بنزل اجيب كيلو طماطم ابقى بستحمل كل الوجع والالم ده. الحمد لله انا مبسوطه جدا جدا باللي انا كنت فيه، لان ده ابتلاء من عند ربنا وهو هأجر عليه ان شاء الله، ربنا هيأجرني عليه حاجه كويسه.